يا مساء الورد. المندي من الأكلات اليمنية الجميلة جدا والمشهورة جدا في دول الخليج العربي. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، هنعملها في الفرن على غير الطريقة الأصلية اللي بتحتاج تجهيزات صعبة. خليكم معنا وتابعونا. أول حاجة عندي نصين فرخة متقطعين ومتشرحين عشان يشربوا التتبيلة، وده الزعفران، بودرة الزعفران بتتباع عند العطار. هحتاج كمان بهارات المندي الجافة، ودي هكتبها لكم تحت. في الأول لازم أنشف طبعا الفراخ كويس جدا عشان أضمن إن اللون بتاع الكركم والزعفران يمسكوا فيها. عندي الزعفران البودرة ده بجيبه من عند العطار، بدوبه في شوية ماء سخنة، وبعدين بحط معلقتين كبار كركم، عليهم معلقة ملح وفلفل أسود ورشة زيت زيتون، وببتدي أدهن بيهم الفرخة زي ما انتوا شايفين كده من الجنبين. بعد ما دهنتهم بالخليط اللي انا عملته هسيبهم ينشفوا شوية، وبعد كده هدهنهم بالزعفران قبل ما اسويهم. نبتدي بقى نجهز الرز بتاعنا. هجيب صينية او اي حاجة تنفع تدخل الفرن. عندي رز بسمتي منقوع بس ربع ساعة لانه هياخد وقت في الفرن. هحط عليه البهارات الجافة بتاعتي، واحط ملح ومعلقتين زيت ومية، وابتدي اغطيه بورق الفويل، وهبتدي اعمل خرام في ورق الفويل باي حاجه، بتوث بيكس او بعيدان الشيش. الفكره ان البخار اللي طالع من الرز هيطلع يسوي الفرخه، وفي نفس الوقت هياخد الدهون بتاع الفرخه وينزل تاني على الرز، عشان كده انا بحاول لازم اعمل الخرام زي ما انتم شايفين. نص سبته بالوصفه العاديه، والنص التاني حطيت عليه بابريكا وجنزبيل وتوم بحيث يبقى طعمه برده ايه، مستساغ للاطفال. بعدين هغطي الفراخ بورق زبدة وارجع اغطي الصينية كلها بورق الفويل. هدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 لمدة ساعة ونص تقريبا. كده بعد ساعة ونص بص الفراخ دايبة ازاي وبتطلع في الورق. هطلع بقى الفراخ وهبتدي احضر الطبق بتاعي. بص الرز استوى بعد ساعة ونص من الفرن، ولا اتحرق ولا حصل فيه اي حاجة. الخطوة اللي جاية دي اوبشن، لو انت بتحب تبخر الرز بالفحم والزيت هتعمل الموضوع ده، ممكن تحط كمان معاهم الفراخ وتسيبها بس نص دقيقة، وبعد كده بالهنا والشفاء. احلى مندي ورز مبخر في الفرن وبالهنا والشفاء. زي ما انتم شايفين حاجة عظمة العظمة. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد من أكلة مهندس.